السلام عليكم، أنا الطالبة ولاء عطية، وفي هذا الفيديو بشرح عن طريقة أو كيفية عمل البيكسل آرت، وهو الرسم بشكل مبكسل يكون عن طريق مربعات. في البداية إذا فتحنا واجهة الفوتوشوب أو إذا فتحنا برنامج الفوتوشوب نختار كرييت نيو، وهني اخترت أن يكون الويدث والهايت متساوين 50 و50، ولازم نتأكد أن الوحدة تكون بيكسل وباقي الأشياء بتكون اختيار أو راجع إلينا. بعد ما نسمي الملف نضغط OK وبيظهر إلينا الكانفاس بهذه الطريقة. عشان نكبر الكانفاس نضغط على الكنترول وبلس أو كنترول زائد من الكيبورد، بعدها ننتقل إلى المنيو بار ونختار بالتحديد ثاني خيار هو الإدت، وبعدها نختار منه البريفرنسز، ومن البريفرنسز بنختار Guides, Grid and Slices. بعدها تظهر لنا هذه اللائحة، وفي الجريد لازم نتأكد أن الوحدة تكون بيكسلز. بعدها ننتقل حق الجنرال في الأعلى أو بيكون أول خيار في البريفرنسز، ونختار في الإيميج انتربوليشن هذا الخيار الأول هو Nearest Neighbor. بعدها نضغط OK. في هذه الأثناء خلاص الكانفاس مجهزة عشان تكون الرسمة مبكسلة، وعشان نشوف الجريد اللي كونته اللي تكون على هذا الكانفاس نختار البينت باكيت تول، نختار أول لون مثلا، وبالبينت باكيت تول بنلاحظ وجود الجريد. طبعا عشان نشتغل على أساسها ممكن إن احنا نلون اللاير ونضيف عليها لاير ثانية. في هذه اللاير نستخدمها حق الرسم، نختار البنسل تول على سبيل المثال إني برسم أيا كان قلب مثلا، بعدها عشان تكون الخلفية تكون الخلفية باللون اللي باللون الأبيض نرجع إلى الباك جراوند ونختار البينت باكيت تول، نختار الأبيض مرة ثانية واللونه. فالباك جراوند او اللاير اللي قبل اللي بنرسم عليه بيكون فقط حق نشوف الجريد او تظهر الينا. وشكرا.